ابو خالد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافيه. الليبل هذه كلها لك ما شاء الله، اللي الان في الشبك هذا اللي امامنا والثاني هناك في الجهه الاخرى. والله هذه الخولي وابلي المغاتير اللي مروا فيهم مساك. عندك ابل مغاتير. الله الله. وهذه هذه الاخوي فهد. هذه الاخوك. هذه مجاهيم. مجاهيم الله الله. هذه مجاهيم. ايه. وهذه اللي مرت من ذا هذه مغاتير. طيب انتم هنا في الخارج عندكم مزارع وعندكم بيوت خاصه لك انت واخوانك؟ عندنا مزارع ابشرك، وعندنا بيوت وعماير والحمد لله كلها. تعرفني على نفسك، اسمك الكامل؟ محمد بن عبد الله بن ناصر الهذلي. ونعم والله عليك بيوتك. من اهل عويد ولا؟ لا والله من هذا الهذلي نفس الخارج. ونعم والله فيك. ونعم انت وربعك كلهم وعيال عمك واخوانك. مالك زود كلهم طلعنا. احنا نفتخر فيكم وفي والله انا بعد كذلك نفتخر فيكم ولا سمعنا عنكم ولا شفناكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اخذين حقكم مع الرجال واخذين حقكم مع القبائل كلهم لنا. هذا شيء طعمك من طيبك ومن طيب ربعك ابن عمنا الهذلان. ايه. لكم الفخر ونفتخر بكم برضه كذلك. ما شاء الله كلنا طعمك ربع وجماعه ونفتخر بكم في جميع المعاني كلها وفي جميع ما يلزم. الله يطول عمرك. الله يسلمك ويطول عمرك. هذه ما شاء الله مقر الإبل. الله الله. والمزارع وبيت الشعر ما شاء الله، الجلسة الجميلة هذه. هذا نجي هنا طعم خبر لنا شوي، ولا البيوت أبشرك متوفرة، والمزارع نتخابرها هناك، ولنا برضه عماير في الخارج وبيوت في الخارج. تجون بس هنا وقت الفسحة؟ وقت الفسحة ولا وعند الحلال، ولا جاء في الليل وعتمنا وكل سرينا عاد. حتى لو بغيت تضيف أحد ولا تعزمه هنا عند البن برضه؟ والله نعزم هنا إذا كان وقت براد ومناسب، وإن كان وقت مثل حر ووقت مو معطي عزمنا في البيت. ما شاء الله. في المزارع من دوخة في البيت. الله يهنيكم إن شاء الله ويبارك لكم فيها. وياك جميع المسلمين إن شاء الله. شكرا أبو خالد. يا مرحبا حياك. البل هذه تقول لي قبل شيء انتاج بس الله. تبيعون منها؟ اي نبي الى جا قيمه طيبه بعنا. تبيعون منها؟ الله. ولا عمركم شاركتوا مثلا في مزاين مرقيبه ولا؟ والله الى الان تونا بعد شاركنا في شيء، احنا حاطين طال عمرك الحين اللي بنكون انفسنا، وان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يمكن نشارك. كم اغلى واحده بعتها بكم؟ والله بعنا فيها ب 30، بعنا فيها ب 40، مهم سوا. يعني قبل شيء تقول لي في بكره انبعت على 50 او مسيومه ب 50. الله الله. في بكرة تنبنى 50. ايه ما شاء الله تبارك الله. هذا هو انتاجهم وان شاء الله في قبل خير، لازم الحلال شوي شوي لان هذه المغاتير. ها الله الله مغاتير اللي قبل شوي هناك كانت المجاهيم. هذه المجاهيم، هذه كل اخوي فهد. ايه من طرف هذه لي. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لكم فيها ان شاء الله. ما شاء الله. اي والله عرف ايش ذره بايد عن شيء، لكن شوف الصوت وال بسرعة
اخوي فهد صباح الخير. صباح النور. احنا اليوم زايرينك عند البن حقتك، وما شاء الله تبارك الله يعني عندك اباعر طيبه. الله يحييكم. الجمل هذا اللي خلفك الان سم، من وين شريته؟ هذا طال عمرك شاريه انا من ولد عم لي، والقعود طال عمرك سنه حق، وهو من سلاله بن حشر القحطاني وجد السرهيد. ما شاء الله. والسوم 100,000. ما شاء الله، مسيوم الان ب 100,000. الله الله، الحمد لله ما شاء الله. البل شايف كنت موزعها مجموعات. والله عازل طال عمرك الخلفات لحالها. اي. مثل ما انت شايف، وعازل الجذعات مع القحات لحالها، وحاطن طال عمرك البل الكبار لحالها. اي. هذا الشباب اللي معك الحين اخوانك ذولي؟ هذا طال عمرك ولد عمي ومثل اخوي. اي. تجون عند البل في العصر وفي المساء؟ يوميا مرتين في اليوم. ما شاء الله. طال عمرك الصبح بدري وعقب العصر. والله برافو عليك، شاب ومهتم في البل، وهذه ميزه طيبه. والله هذا طال عمرك سلوم جدانا واحنا متمسكين فيها. ما شاء الله تبارك الله. هناك اشوف برضه في ناقه مشمل هناك. هذه طال عمرك حقت الولد هذا. حقت ابن عمك؟ الله الله. الرجال ذا؟ نعم. ما شاء الله، بعد انت مهتم في البل؟ اكيد. ما شاء الله. هذه الناقه الصفراء هذه مشمله. هذه طال عمرك خلفه، حطها منيحه. خلفه؟ الله الله، تحتها بكره طال عمرك على بعير ابن الدق. والسوم 20,000. مسيومه ب 20. الله الله، توه. انتم تبيعون على اللي يدورون البل؟ اي والله، بعنا طال عمرك توني بايع اللي بكره ب 90,000. ما شاء الله تبارك الله. من السيف، الله الله. وعندي طال عمرك هذه. أي. مسيومها ب 20. وفي طال عمرك واحده جذعه بعد طيبه. هناك في البل الاخرى. الله الله، تسام بعد ب 15. والله بشرك طال عمرك البل من قاربها زين حظه. عندك انت ووالدك عندكم مزرعه هنا في الخرج؟ الله الله، في عندنا انا مزرعه. وطال عمرك ابن الشايب المرحوم الله يرحمه محمد الحديلي. اي. وهو جدي، وعنده يجي حوالي يمكن 40 او 50. 50 خله. 50 مطيه. ما شاء الله. اي البل. اي نعم. الله الله. والمزرعه حقتكم كم النخل حقها، كم عدد؟ والله يجي حوالي 1,000. ما شاء الله تبارك الله. طيب يعطيك العافيه، وما قصرت لا في ضيافتك ولا في امورك اللي ابوها، وحنا نفتخر فيكم كلكم، انت من ربعنا حقنا الخرج والدلم. وزيارتنا لكم اعطتنا فكره عنكم، ولقينا رجال يرفعون الراس واخذين حقهم مع كل القبائل اللي تحيط فيهم. الله يحييكم. ولا سوينا وموفقين ان شاء الله. هذا حقكم، وما سويناه قليلا في حقكم والله، وتستاهلون واكثر. جيتكم هذه والله العظيم انها تسوى عندنا اشياء واجد. الله يوفقك يا فهد. الله يحييكم. مشكور. مرحبا والله ومسهلا.